بالأقصر مدينة الملوك وتحديداً قرية المراعزة مركز أرمنت. كان القدر يمهد الطريق لرائد من رواد دولة التلاوة، هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي خرج من بيت يتوارث أهله حب كتاب الله وتلاوته، وبداخل المسجد الذي أسسه شيخنا الجليل داخل قريته، ليظل صوته مردداً لآيات الله بين جدرانه على طول الزمن. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. كان يجد الشيخ ضالته بمجرد أن يعلو صوته بآيات الله عز وجل، أما أهل القرية فلم ينسوا أن يردوا الجميل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وأطلقوا اسمه على أحد أهم شوارع القرية. أتاحت له الفرصة في مولد السيدة زينب رضي الله عنها في بداية الخمسينات، يعني بعد زيارته لمسجد السيدة زينب ومساجد آل البيت، كان في احتفال بتاع ليلة السيدة زينب، ليلة الختامية، وأتاحت له الفرصة أنه يقرأ في هذا الاحتفال، وده كان أول لقاء مع القاهرة ومع الجمهور في مصر، تلقوا هذا الصوت بالاستحسان والحب، ومن هنا كانت الانطلاقة بتاعته.